ولا شرف، بس انا اكبر منك، ما تحط عقلي بعقلك. ماشي ماشي، انت بتضل اخي الكبير وبتمون على هاي الرقبه. انت لك اصحاب بالبلديه، ايدك طايله، احكي معه يا اخي. لما بيرشوا مشان البرغش يتطلعوا اذا كان في حدا نايم بين الزريعه، كانوا رح يخنقونا. ليش انت شو كنت عم تعمل بين الزريعه؟ كنت نايم على المقعد، اجى الشرطي فيقني، قمت نمت بين الزريعه مشان ما يشوف. بدك انت بدك تعال ولا ما بدك تعال؟ بدك كبر عائلتك ولا لا؟ عندك بيت تنام فيه، شو نايمك بجنينه؟ ايه ما فشلت بنص عينها؟ اذا ما ترجتني وباست ايدي وقالت التوبه لا تحلم ارجع لعندها. انا بدها تكعيني سعاد انا؟ وين مرت اخي نايمه؟ فيق لي اياها. خليها تحمي لي حمام، بدي اتحمم لانه بدنا نخطب. مو حلو نروح عند الجماعه وفي دواء برغش ريحتنا. لمين بدنا نخطب؟ الي. انا كنت بدي اخذ سعيد مشان يخطب لي، بس قلت يا ولد بلاها، منصور اوجه. اذا راح سعيد معي ببطلوا يعطوني. لك شبكي مثل الطنبور، بيقول لك تحمي الحمام تحمي الحمام. اخي ابو زهير قوم ارجع على جنينه على البرغش. لك منصور عيب. لك شو عيب ولا كلمه انت سنتري؟ جول، شفت الجول؟ فح عليك انت وسعيد بالعصر، يا حواله بيت النايحه فيكم. وينك؟ انا من بكره بدي غير اسم عيلتي، ما بدي اكون نايح من بيت النايحه، ما بدي هالقربه فيكم. غيرها يا اخي غيرها، على القليل بنرتاح منها تصودك تاريخ العيله. خليكم انتو سعيد اسواقكم حاكميكم، لشوف شو رح تكسبوا. حاكمينا؟ لك ورجتك الجول بعينك وعم تقول حاكمينا؟ لك هذا مو جول، هذا تسلل، حاكميكم. شو دخلنا نحن بالنص؟ انا ما حكيت شيء. مالك طاسس؟ عم ترد بوشي. لك بدك ترد بوشك، لك شو بدك تعمل؟ خلاص انتهت المقابله. ما حلو يضل هيك داير بالشوارع؟ لا خليه داير بالشوارع، إذا ما ضاق المر ما بيتربى. سنتري ما بحب عيد. يلا يلا. مين؟ نحن. مرحبا. أهلين. أونكل سعيد هون؟ إيه هون، تفضلوا. شكرا. تفضلوا شباب. أهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اكيد في شي مشكله، بس ان شاء الله ما تكونوا طابشين المشكله هالمره. خير؟ شو في؟ السيد سمير مصمصم يعمل عرس رغم انه ما في حدا من اهلنا، لا امي بتقدر تحضر العرس وابي خرج ولم يعد. ورحتوا لعند سعاد؟ انا رحت، ولعتني. قلت لها انه انا مالي محتاجك، انا جاي اعزم ابي. قلت لها، قالت لي تضرب انت وابوك وكل سلاله بيت النايحه. ضربتها؟ شو عم تحكي انت؟ انا اضرب مرا؟ ايه انا بضربها. شو قالت لك؟ قالت ابي مدري صار له قديش ما بين عليها. لك سعيد ليكون ابوك لساته عم ينام بجنينه. انا جنينه؟ ما بعرف، ما ذكر قدامي انه جنينه. خلينا ندور عليه بالجنايم ونجيبه مشان نقدر نساوي عرس. هلا انت شو فرقت معك؟ المصاري اللي بدك تحطه للعرس روح اعمل فيهم شهر عسل احسن لك. اخي العرس بالنسبه لي شغله مهمه. اسمع انت وياه، المفروض نروح ندور عليه بالجناين ونجيبه. اذا حضر ابو زهير بيصير عرس، اذا ما حضر ما بيصير عرس. بيت النايحه ما بيعرسوا بلا كبيرون. خلاص امشي لشوف. تركي ما عاد تهرب، ما عاد تهرب. امشي قدامي لشوف، ما عاد تهرب. ها بدك تركي؟ خلاص ما عاد تهرب. امشي لشوف واحد خرفان. امشي لشوف، اقعد هون لشوف. يا وليد. نعم سيدي. عيب عليك، عيب عليك قد ابوك هذا. اتركه، والعائل وحيد من بيت النايحة. سيدي ما بقدر، صار هربان شي 20 مرة، كل ما بتركه بيهرب. ليش شو عامل لحتى يهرب؟ كمشناه لاحق بنت سيدي. شو ما بيفهم القانون؟ هلا اللي بيلحق بنت جريمة؟ استحي على شيبتك، أنت مو لاحقه وبس، عم تلطشها كمان. هالكلام صحيح يا أبو زهير؟ لا سيدي، أنا ما عم لطشها، أنا بدي أحكي معها مشان آخذ موافقتها. إذا كان ليش اشتكت عليك؟ شو بعرفني؟ هدول النسوان ما حدا بيحزر لهم سيدي. صار له كذا يوم لحقها سيدي، بتطلع من البيت بيلحقها على المدرسة، بتطلع من المدرسة بيلحقها على البيت، وعم راقب لها البيت كمان سيدي. ليش البنت بالمدرسة؟ صف عاشر سيدي، صف عاشر.
قد ولاد ولادك كمان؟ صف عاشر يعني مو صغيرة سيدي مو صغيرة. الله لا يكبرك. وبش قلي قلي شو عمل فيك؟ لو بتتحمل بساط الريح كنت أخدتك جولة على فيتنام تشملك شوية هوا، بس من أول مرش بتودع. فوتك عجواني مو حلوة، انشرشحك بآخر الطريق كمان مو حلوة. قلي شو عمل فيك أنا؟ شو عمل فيك؟ تركني بحالي، ما بدي منك شي تاني. ما رح أتركك لحالك يا وليد. بتخليه يكتب تعهد وترجع على بيته. حاضر سيدي. بس مو على بيتي سيدي، هذا مو بيتي، هذا بيت سعاد. فش تدوس بيتها إذا ما اعتذرت مني وترجتني. لعند أخوه سعيد. ولا لعند أخي سعيد، فشر دوس بيته بعد ما قلعني. لعند منصور. كمان منصور لا، هذا بيعصب علي وبيقول لي خلاص. لعند واحد من ولاده بيضلوا أبقاله. فشروا بنص عينهم، هدول ما بروح لعندهم، هدول ولاد عاق. أنت تركت لحالك شي صديق بهالدنيا؟ قل لي اسمه لأخذك لعنده. سيدي إذا السيارة تبعكم تقدر تطلع على الكيكية وصلوني على الكيكية. مين إلك بالكيكية؟ مرتي القديمة. رجعت حنية؟ لا سيدي ما حنية، ما فشلت، بس هي الوحيدة اللي ما بتسترجي ترد بوشي. لك الآن؟ آخ آخ. شو سعيد؟ صارت نمرة إجري 50 وما لقينا حدا. وشو بدكم تعملوا هلا؟ شلون بدكم تحلوا الموضوع؟ حلت حلهم كلهم، ينضربوا هن وياه، نحل حلو زراري انا من كتر ما دورت، قال كبير بيت النايحه. ما بنقدر نأجل، ما بنقدر نأجل، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ ما بنقدر نعمل عرس وابي مو موجود، لازم يكون في واحد من الاهل على القليله. وامه؟ لك شو هالحكي؟ امي لا فيها تروح ولا فيها تجي. لك وسكينة عبدي بجوزتك انت؟ لك شو قاعد؟ شو هالبوجة؟ كل بيت النايحة ما فيها واحد مبوجة. بجيبها لأمك أنا لو بدي أضطر أحملها على كتفي حمل. حتى لو إجت أمي ما منقدر، لو لقينا أبي إيه، بس أبي ما منعرف شو صاير معه مختفي. لك ولا شنطير أنت؟ منساوي لهم كتب كتاب براني وبلا عرس، وبس إنه يا أبوك منساوي لهم عرس إله طنة ورنة، ومنجيب واحد صوته عريض للعراضة، منجيب هالقديش. ما بيمشي الحال، بركي أبي لا سمح الله. ولا أبو كباش؟ أنا حاسب حسابي بعد 9 أشهر ونص يكون الولد بحضني، ما بدي أقعد دور من جديد. هلا عمي سداد إني بدي أعطيك ولد. لكن كل هالوقت كنت قاعد عم تضحك علي؟ لك اتفقت أنا وياك؟ اتفقت أنا وياه ولا ما اتفقت أنا وياه؟ يا عمي يا عمي كبر عقلك، كل شي بينعطى هدية إلا الضنا، أنت ما بتقبلها. لكن إيش قلته بالأول؟ ما حدا دفع، إن لحنا منوافق مشان تدفع، شو نعمل لك يعني؟ قوموا طلعوا عني، عم تتمطعوا فيني ما؟ حلوا عني. عم تقلعنا عمي؟ لك بقلعكم وبقلع ابوكم، اذا بدكم طلعكم روحكم بكعب رجليكم، يلا طلعوا. عمي لا تزعل، نبقى اذا بدنا نروح شي مشوار، شي زياره بنحطه عنكم، ما في مشكله. لك لانه انا فاتح لك حيطاني هون، ومالك مستحي على حالك مربي حالك نيغرو، يلا اطلع لبرا، اطلع لبرا ليلي، يلا. شرفوا. ولا بديش؟ تعال هون سنتر. روح. عجبك هيك منصور؟ العمى بقلبهم؟ شفتيهم؟ لما بدون واحد منهم غرض بيهربوا، هن بدون شغله بيجوا فاتحين ايديهم مثل المدرعي. العمى بقلبهم الغريب احسن منهم. خلص ما عاد بدي ولد، خلص يا منصور اقتنعت اقتنعت، صدقني اني اقتنعت، خلص الله بيغنينا. خلص انا التالي كمان ما عاد بدي ولاد، رح اجيب لك قطه تربي. ان شاء الله ما تبلى هالطله، صدقوني صدقوني هلا ردت لي الروح. لا تنبسط كثير هلا هلا، بس تعرف الحقيقه بتبطل روح ترتد لك. خير شو في؟ أمك 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 طالبة طلاق. صحيح يا مو؟ حقي ولا مو حقي؟ لما كان في خير راح لعند سعاد، لما صار ما بيضر ولا بينفع رجع لي، ولا كمان بدي أعيش، عم تفهموني؟ يا مو ميت قلة وعلة فيكي، شو بدك تعيشي؟ احمدي الله إنه رجع لك. الله لا كان جابه، أصلاً كل العلة اللي كانت فيني منه، بس غاب عني رجعت صبية أكثر من أول. يا مو مشاننا الله يخليكي لازم تسامحيه، مشاننا كرمالنا. أنا ماني حاقدة عليه حتى سامحه، بس أنا ماني مجبورة فيه، ما بيقدر يقوم ولا بيقدر يقعد لحاله، بدي شوف حياتي.
شو بدك تشوفي؟ لسه في شيء ينشاف؟ بدي اقعد على هالسطح بهالهوايات واشرب فنجان قهوه بهالهوا العليل من غير ما حدا ينق فوق راسي. رجعوا لعند سعاد، خليها تهتم فيه. يا مرا حرام عليكي، ما بجوز هيك الزتيني مثل الشي اسمه. نسيتي ايام زمان؟ الله يرحم ايام زمان، الميت ما بقى يرجع، لو كان بيرجع كنا رجعناها. ولا يهمك، نحييها نحييها. هلا جاي تقلي منحييها بعد ما صرت مثل الرجال الآلي يكبسوك على زر لحتى تحرق؟ يا مو كرمالنا بوس ايدك برقيلو ياها، بوس ايدك. ما بقدر، قاعد معي وعلى مو معي، طول الليل لسانه بيقول ميساء ميساء. مين هاي ميساء؟ الشباب فابوني، كل واحد بحب بده فترة لحتى ينسى. لا تطالبوني فوق طاقتي. يعني بتنساها بعدين؟ إلك هان، بس بده فترة يعني. طالما هيك يا مو كرمالي كرمالي سامحي هالمرة. كرمال الأولاد رح أسامحك، بس مو كرمالك. كتر خيركم كتر خيركم يا أبني ويا مرتي. فضلتوا علي، فضلتوا على راسي. رايحة أعمل فنجان قهوة. يا أبي شلوني معك؟ لا أبو كباش، ما فيك تعزم ميساء اللي حالقة عطاسي وأهلها على العرس. رجعنا لنفس القصة أبي، رجعنا. بقى له صفة بدي أعزم لك يا لك. حي الله صفة، انت شو خسران؟ المهم انت تحاش هالكرت تحت الباب. هلا بقول لامي وبشاورها وبجيب لك. شو رايك يا مو؟ اوعى اوعى تشاورها، ما في داعي منوب. ما بدي ارجع نام بالجناين، هراني هاري البرغش.